أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مفرق عناته شرق الشمال للقدس بعد إطلاقها النار على إحدى السيارات، ونشرت مصادر محلية مقاطع فيديو توثق إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه سيارة قرب مدخل البلدة، وقامت بإيقاف كامل لحركة مرور السيارات. طبعاً مفرق عناته حالياً مسكر تسكير كامل، من هان ممنوع تمرق ومن تحت ممنوع تمرق.